بعدين لقيتني مرة عجوز. هذه المرة عجوز، كانت مرة عجوز. هذه المرة قالت شافتني، قالت واو هذه بنت حلوة. لقيتني جالسة في جامع، هذا اللي اسمه شو اسمه يا ربي، الجامع هذا أتاتورك. لقيتني جالسة هناك. جات هذه العجوز قالت لي ممكن تعيشي معايا، قالت لي بالتركي. انا ما فهمتها فاخذتني. يا صوفيا، يا صوفيا، يا صوفيا، شو انت تركي، ايش استغفر الله. المهم مش جامعه، مش جامعه، جامع جامع جامع. صدق تحشين، صدق احشي، صدق احشي. ايوه. فانا شو صار معايا؟ قولي شو صار. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله. بعدين رحت مع العجوز، رحت مع العجوز ربتني وكذا، وبعدين اشترت لي كلب اسمه ميلانو. مرة العجوز هذه ايوه لقيتها ولدها جاب ولد، فصارت تحبه اكثر مني. ايوه صارت تحبه مرة أكثر مني. فإيش صار؟ أنا شو سويت؟ كانت مرة جالسة جنب المسبح، فأنا زتيتها عشان أقتلها، عشان شو؟ أورد. أيوة، فزتيتها في المسبح. أيوة، فهربت. بعدين شو اكتشفت؟ إنها هي كاتبة أملاكها لا 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 ابن ولدها. المهم اكتشفت اني ما راح اورد شاي. فشو صار؟ انا رحت، استغفر الله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم يا الله تكبت هون اللزقة. هربت من القصر اللي كنت عايشة فيه مع الجدة. فهربت انا وميلانو. بعدين في الأول ما كنت أعرف شو، ما كنت أعرف كيف أعيش. بعد أنا قبل ما أهرب من بيت الجدة الشريرة، هي ما كانت شريرة، أنا كنت شوي من عند جدف، مشان هيك أصلا طردوني أهلي. كانت عندي يعني شريرة، يعني كان دوري في الحياة إني شريرة. أيوة كده كده نخلق، إحنا كده نخلق شريرين، كده دورنا في الحياة إن نكون شريرين. عشان شو؟ عشان في طيبين لازم نكون إحنا، فهمتي كيف؟ يعني احنا نوقف الطيبين ومن الطيب الطيبوبة واحنا شريرين، فهمتي كيف؟ ايش صار؟ ايوه فانا رحت اخذت كندرة جدتي وقلادتها، كان عندها قلادة فيها لولو، سرقتها ورحت الله يسعدكم ويفرحكم وينصركم عن القوم الكذابين. رحت بعتها. ايوه فعشت شو؟ عشت انا وميلانو الكلب، اجارت وكذا. بعدين صرت اسوي فيديوز فيديوز فيديوز، فانشهرت. بعدين لما شافتني الجدة ماتت. لا استغفر الله العظيم، معليش نسيت، عشان السالفه صار عليها كثير وقت فانا نسيتها شويه، يعني في تقطع. عشان انا شو صار معايا؟ انا بعد الحادثه انا سويت حادث وجاني استغفر الله العظيم لا اله الا الله استغفر الله. شوف جاني حادث فجاني فقدان ذاكره، فهلا عندي اتذكر بس احداث صغيره وانسى. ايوه استغفر الله العظيم لا اله الا الله. المهم ابن الجدة هذا طلع شو؟ اكتشف اللي انا سويته فبده ينتقم. هربت من تركيا، جيت لدبي. ايوه وبس، هذه القصة. بعدين شو؟ اهلي عادوا معتذرين، انا عملت لهم بلوك عشان انا عندي كرامة. قلت لهم يلا ما بدي. ايوه حتى لو كنتي شريرة لازم تصير عندك كرامة. ايوه المهم كيف
كيف نحفتي. والله هذه سالفة مرة كبيرة، انتوا تقدرون تسمعوها؟ اوكي. الله يسعدك، انا كنت تخينة طبعا، الناس كلهم كانوا يشوفوا هذا الموضوع انه انا كنت تخينة. ايوه استغفر الله العظيم. المهم انا كنت تخينة، راحت الاضاءة بانو هلاتي. المهم انا كنت تخينة، انتظروا انتظروا احكيكم السالفة كلها. انا انسانة، انا كنت تخينة تمام. فشو صار لما جيت دبي؟ سكنت دبي، اشتريت مكنسة. هذه المكنسة اشتريتها عادي من ماركت تمام. اشتريتها من ماركت، تخيلي اشتريتها من ماركت. فصاحبها ما بده يبيع لي المكنسة هذه، قال لي لا ما ابيع لك المكنسة كده سالفة كبيرة. بعدين انا قلت له لا، هي كانت بس مكنسة واحدة وكان حاطها في مكان كده مخباية. المهم رحت بعدين شو، وانا جلسة اشوف الاغراض الثانية في الماركت، اسمع هذاك بائع المكنسة انه شو، اي انه شو، انه هذه المكنسة تشفط الدهون. تخيل. المهم انا عرفت وقتها ليش ما بده يبيع لي المكنسة. فهذا ال 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 صاحب الهادي، رحت بالليل خليتهم لين ما ناموا، لين ما نام كل الناس وخلاص، رحت سرقت المكنسة تمام. فهذه المكنسة جبتها وهي شو، بتصيري تقولي كلمة. أيوة تصيري تقولي كلمة مكونة من 4 حروف بس أعرفها أنا. ليش؟ عشان أنا سمعت الكلمة هذه. أيوة سمعتها من 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 اللي ما بدي يبيع لي المكنسة. أيوة دقيقة، فأنا سمعتها دقيقة. فهذه الكلمة قلت لهم انت بتحطي هذه المكنسة في المكان اللي تبي تنحفي فيه، اوكي؟ على حسب يعني وين عندك تراكمات دهون. ايوه فانا صرت اقولها يعني كده 4 مرات في اليوم، 4 مرات كده كل يوم اقول اقول اقول. دقيقة اجيب هذا، دقيقة الله يسعدك. تضري 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 من معتجز مستعجلة على حياتك. المهم فأنا شو صار؟ قولي لي شو صار، قولي شو صار. أيوة تعال أكمل لك شو صار.